ونكله بحاجه سي كلي 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 يدي كلي كلي ربي ما يسيبش برو اسمعني عندي ايمان اوكي مسلم برو عندي ايمان ايمان كبير 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 لله برو هاي نحكي لك حاجه برو سي تصور انا كي مشيت صليت تو انت بالحبس تصلي يعني تو انت تصلي بالحبس بالحق بالحق اعطيني الصلاه اي عمين عمين صليت عمين عمين تصلي تصلي اي تصلي اي الصباح والظهر والعصر والعشاء تكت با اسمعني نو 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 مش نعديها مش نعديها هذه قول لي اي حاجه من القران اي حاجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم لا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم مروا أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل هو لو أحد ألا والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برو زدني واحد أخرى زدني واحد أخرى زدني واحد أخرى باهي وزرسوا في الناس من الجنة نسيتها زي قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هيكو وتعرف تقيم صلاه كيفاش تقيم صلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله هاي قيم صلاه الله بسم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح كم كمت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ما شاء الله اسمع الشيخ سواقمان الشيخ سواقمان باش نقول لك حاجه تصور هذايا الكل تعلمتها سي باللونجلي خاطر ما نكرهش العربي برو كتبوها لك يعني بالشيفغ لاتان يعني كتبوها لك باللونجلي وانت تموت تقرا بالعربي باللونجلي و مي كنت نسلي مع ثلاثه من الناس اخي من بعد تعاركت معاهم برو تعاركت معاهم يا بيكوز سامحني شفت كي تقول الله اكبر وتعمل ركعه وتبدا تقول يا ربي ماني عبدك يا ربي صاحبك اللي كامل اللي كامل الصلاه اللي كامل الصلاه سي لو كان ما يقولش الله اكبر نسمو هنا ما نجمش انا نقوم هاي ما تقوم كي نقوم هو هاي تصور انا نبدا نقول يا ربي ماني عبدك يا ربي خرجني يا ربي فرج عليا وفرج على العباد الكل في السجن وهو يقول السلام عليكم السلام عليكم وانا وليت نسلي وحدي برو والله وليت نسلي وحدي اخي بعد بطلت صلاه خاطر روحت كان روحت بطلت صلاه اي دوما روحت برو اسمعني اسمعني بس هذا سؤال اخر خطير تو انا البارح نرمم ونخرج لايف انا وياك البارح يا اخي نهار السبت ما لقيتكش هيا قر وين مشيت نهار السبت قر استنى انا السبت ديجا البارح يعني البارح وين مشيت تسهر ما نعرفش قديش سامودي 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 وين كنت البارح وين مشيت تسهر يعني والله نقول لك حاجه كلي 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 نكره حاجه اسمها ساريه برو ما تمشيش لبواطيط انت في سوسه ما تمشيش ديسكوتيك ما تمشيش البار مثلا نحب نمشي مع عباد زعما يصليوا يصليوا تمشي مع عباد يصليوا ولا لا مش تمشي مع عباد ونركو روحنا في بوشوشه برو نحب والله انا عندي مشكل شنو ياسر عاكل 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 على الاخر مي برو كي ندخلوا في التبعه برو مهم جن أزرق برو